أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من سبيل القطاعات الحيوية، كذلك العاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول. فقد بادرت وزارة الداخلية بتحديد نماذج تصاريح التنقل خلال فترة الحظر للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة والمرتبطة بها، للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية. كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة ورقم اللوحة ومسار النقل وأيام العمل وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالإشارات الصحية اللازمة. وسيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة 3 من ظهر يوم غد الاثنين الموافق 20/8/1441، وسيتم ضبط كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة الخاصة بمنع التجول، والذي تم إعلانها سابقا، وهي الغرامة ب10,000 ريال للمرة الأولى، وتضاعف المرة الثانية والمرة الثالثة، السجن بما لا يزيد عن 20 يوما.